قرب جنن عشت فيه قرب فرحة حلمت بيه. شيرين دي حبيبتي دي. ماذا قالت شيرين عبد الوهاب لجميلة البداوي؟ أكيد في رهبة بما أنه سيدة الرئيس موجود. وده كان أوبريت لمتنا من كلمات مدحت العدل وألحان مريم، واللي قدموه النجوم قدام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر. ومن بينهم كانت جميلة البداوي اللي قالت على إنستغرام فخورة وسعيدة إنه اخترت لأمثل بلدي الحبيب. أكيد في رهبة بما أنه سيدة الرئيس موجود، بس يعني حاولت قد ما أقدر أن أنا أكون تمام واهدى، والأمور عدت على خير الحمد لله وكانت حلوة. يعني الأوبريت حلو جدا، والتحية لكل الناس اللي اشتغلوا عليه طبعا. يعني غنينا قدام سيدة الرئيس وشوفنا أنه هو كان مبسوط جدا، وإحنا بنغني قدامه كانت حاجة يعني اتشرفت بيها وافتخرت بيها جدا. كانت ردود أفعال حلوة وجميلة قوي. وقبل الحفلة بيوم كانوا تقابلوا كل النجوم مع بعض وقضوا وقت حلو، وإي تي بالعربي نشر صور حصرية للقاء خاص جمع جميلة بشيرين. بجنن عشت فيه قرب فرحة حلمت بيه. شيرين دي حبيبتي دي. أنا بحبها، كانت دي أول مرة أن أنا أتقابل معها فيس تو فيس. هي باركت لي بس الفرح وقالت لي مبروك عليكم وأنا بحبكم قوي، وقالت لي أن صوتي بتحبه، فده بسطني يعني. ومع أن مر أكتر من شهر على زواج عبد الفتاح الجريني وجميلة، إلا أن أصدقه مستمرة لحد النهاردة، وشكلها في احتمالية نشوف حفل زفاف تاني. في ناس كتير بتطالبنا ان احنا هنعمل فرح في دبي. لسه بقى احنا كنا مقررين هنعمل فرح في دبي، بس بعد الفرح اللي عملناه في المغرب قلنا ايه، يبقى خلاص يمكن نعمل يمكن ما نعملش، فلسه ما حددناش. ما عنديش مشكلة اعمل فرح كل يوم مادام انا مبسوطة وهو مبسوط والناس اللي معانا مبسوطين، ما عنديش مشكلة. والسعادة دي والحب باينين على السوشيال ميديا بالصور اللي بينشروها سوا، من صور الزفاف والهانيمون بعدها وحتى في الحفلات. فعبد الفتاح فاجئ الجمهور في حفلته الأخيرة في أغادير بفيديو كول مع العروس. أنا بصراحة كنت لسه داخلة، كنت لسه مخلصة شغلي، فاللي هو عايزة خلاص أرجع عشان أتابع بقى تفاصيل الحفلة وأشجعه، وإحنا دايما كده مع بعض يعني. فقال لي إيه رأيك تطلعي تسلمي مع الجمهور؟ قلت له ماشي. فطلعت وسلمت، فكنت معاه تقريبا نص الحفله فيديو كول. ومن خلال اي تي بالعربي جميله حبت توجه رساله للعرسان الجداد كمان سعد المجرد وزوجته غيتا. طبعا ببارك لهم، انا باركت لهم اوريدي وهو بارك لنا برضه، وان شاء الله يا رب بالرفاء والبنين، والله يسعدهم ويفرحهم، يستاهلوا هم الاثنين.